والله الذي لا إله غيره لو أنفقت على زوجتك مِلْءَ الأرض ذهبا فلن تمتلك قلبها إلا بالحب وحسن الخلق ودعني أقول الرجولة الحقيقية لأي رجل يعتز برجولته تبدأ من البيت أنا أستطيع أن أتجمل أمامك الآن وأن عم. أن أتجمل أمام الناس عم. لكن ما هي أخلاقي في بيتي مع زوجي توصي بالنساء خير هل هذا من الخير الذي امر به رسول الله؟ خيركم خيركم لاهله هل هذه من الخيريه التي ذكرنا بها سيدنا رسول الله؟ يا اخي في عرفه في عرفه في هذا اليوم المبارك العظيم يتكلم عن حرمه الاموال وحرمه الدماء